بن تيمية رحمه الله تعالى شيخ ابن القيم يقول في هذا المعنى، يقول كلاما معناه أن هذا القلب، هذا القلب قلب الإنسان خلق لتوحيد الله، لم يخلق إلا لهذا، خلق لتوحيد الله. فإذا خرج القلب عن هذا الذي خلق لأجله قلق واضطرب. القلب خلق لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وحاجة القلب إلى توحيد الله مثل حاجة السمكة إلى الماء. السمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب كذلك، القلب شأنه وحاجته إلى التوحيد مثل حاجة السمكة إلى الماء، حاجته إلى توحيد الله وذكره سبحانه وتعالى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله كحاجة السمكة إلى الماء. والسمكة إذا أخرجت من الماء اضطربت اضطرابا شديدا، وإذا طال خروجها عن الماء ماتت. والقلب إذا أبعد عن التوحيد اضطرب، وبدون التوحيد يموت. قلب بدون توحيد قلب ميت، أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالتوحيد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب الحقيقية بالتوحيد. أما بدون الإنسان، بدون التوحيد حياته حياة بهيمية، لأن بهيمة الأنعام تأكل وتشرب وتنام وتلعب وتتحرك. لكن حياة الإنسان وحياة القلب الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا خرج القلب عن هذا النطاق، عن هذه الحياة الحقيقية، اضطرب القلب وقلق. ولو تقرأ في هذا الباب معالجة القلق في السنة، معالجة الكرب الذي يصيب القلب في السنة، في الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها كلها جميع الأذكار التي وردت في باب الكرب ومعالجة الكرب كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد كلها. وتأمل هذا، كلها رجوع بالقلب إلى التوحيد من خلال الأذكار المأثورة المشروعة التي أعظمها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيرددها المسلم فيزول الاضطراب. يرددها بلسانه مستحضرا معناها في قلبه يزول الاضطراب. كان عليه الصلاة والسلام يقول في الكرب لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويونس عليه السلام قال في الكرب العظيم الذي أصابه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام دعوة المكروب اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. قال ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر قال ألا أدلك على شيء تقولينه في الكرب، الله الله ربي لا أشرك به أحدا. فأدعية الكرب كلها رجوع بالقلب إلى هذا التوحيد، هذا الإخلاص، هذه اللذة الحقيقية بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتجديد الإيمان في القلب. قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم.